يا مرحبا فيكم متابعي حساب دوحة كارز. اليوم هذه التغطية الخاصة والسريعة راح تكون بسرعة سيارتنا اللي راح نجربها، ألا وهي الميني كوبر. وخلونا في البداية مع هاي الصور اللي قاعدين تشوفونها من الداخل وخارج السيارة الجميلة، الصغيرة في حجمها ولكن الكبيرة والسريعة في أدائها. حاليا في الميني كوبر JCW 2017 2.0 لتر توين تيربو اكزوست سيستم. سيارة الاحلام صراحة. أرجو أنكم استمتعتوا بهذه التغطية السريعة جدا، وشكرا لمتابعتكم لحساب دوحة كارز.